السلام عليكم. ان شاء الله اليوم راح نبدا فيديو جديد اللي هو يتكلم عن الكي ماب. طبعا احنا لازم نعرف وش هو الكي ماب ونعرف كيف طريقه حله ونعرف وش هو الرولز او القوانين اللي لازم نتبعها في الكي ماب. طبعا الكي ماب عباره عن وش؟ عباره عن تبسيط بس بطريقه ثانيه، مثل اللي خذيناه اول في البولين الجبرا، هني في الكي مابس او كارلوس مابس اتس نفس الطريقه بالضبط، لكن بطريقه مختلفة وأسهل يعني. طبعا الكي ماب عندنا نحن قوانين لازم نتخذها عشان وإيش؟ عشان الكي ماب. ومن هذه القوانين الثمانية لازم يعني عشان نحل الكي ماب لازم نتبع هذه القوانين أو ناخذ من هذه القوانين. طبعا القوانين جدا بسيطة، نحن طبعا نعرف نمشي على الباينر اللي هو 0 وإيش 1. فمثلا عندنا هذا البوكس فيه وإيش؟ مثلا هذه الارقام اللي داخله 1 1 1 او 0، يعني 0 مثلا هني 1 1 مثلا على سبيل المثال. فلما يقولنا من ضمن القوانين قلنا نو 0، يعني ما في صفر مقبوله في الجروب ابدا. كيف ما في صفر مقبوله؟ يعني على سبيل المثال احنا عندنا هذا الجدول ونحطه في جروب، صح؟ ما نقدر نحط هذا كله في جروب، لان ليش؟ في الموضوع 0 فقط، لازم ناخذ ويش اللي هو الواحد مثلا كذا على سبيل المثال. نحن خذينا الحين هذيلا واحد واحد، اوكي. نشوف القانون الثاني ويش يقول. يقولنا ان فقط انت تقدر تروح طول وعرض، لكن بهذه الطريقة انت ما تقدر، يعني ما قلت نلعب اكس او باختصار، فنحن ما نقدر نمشي بهذه الطريقة كذا. حلو، نحن فقط ناخذ كذا او بهذه الطريقة كذا، او ان ناخذ مثلا بشكل مربع. هذا هو مقصود بالثاني، يعني الاول الصفر ما ناخذه ابدا، اوكي نو زيرو معناته ما مقبول. حلو، الثاني يا انه طولي او عرضي فقط، اما كذا ما مقبول. طول او عرض، يعني ناخذ كذا او ناخذ كذا، لكن تقول لي بال يعني طريقه بهذه الطريقه غير مقبول ابدا. حلو، نروح للثالث. يقول الثالث only power of two numbers، يعني مقصد منه أي شيء يكون مثلا البيز ماله 2 يعني 2 أس 2 مثلا، أو 2 أس 1، أو مثلا 2 أس 3، يعني أي شيء البيز ماله يكون 2، أوكي نقدر نحلبه أو نحطه ضمن الجروب. كيف؟ الحين نحن راح نشرح الطريقة. يعني على سبيل المثال نحن عندنا الحين 2 أس 1، صح؟ كم يساوي؟ يساوي 2. 2 أس 4 كم يساوي؟ يساوي 2 أس 2 يساوي كم؟ 4. 2 أس 3 كم يساوي عندنا؟ يساوي عندنا 8. 2 أس 4 كم يساوي؟ 16. ونحن طالعين هذيل الأرقام هي اللي مقبولة تكون العدد أو العناصر اللي داخل الجروب. لكن نحن اذا رحنا على الارقام 1 مثلا 2 3 4 5 6 7 8 مثلا، الحين الواحد هل نقدر نخلي هذا وحده في مجموعه وحدها؟ لا. ليش؟ لان لازم يكون البيز ماله 2، البيز ماله 2 اقل شيء يكون عندنا كم؟ 2. 2 هل هذين الرقمين نحطهم في مجموعه يصير؟ ايوه، لانه من ضمنهم يصير. حلو، 3 هل يصير؟ لا، ما من ضمنهم. 4 يصير؟ ايوه. 5 يصير؟ لا. 6 يصير؟ لا. 7 يصير؟ لا. فلازم يكون عدد العناصر في الجروب الواحد يكون البيز ماله كم؟ 2، يعني 2 4 8 16 32 ونحن طالعين. حلو، هذه واضح يكون البيز 2 اس ان مثلا. نروح للي بعدها اللي هي تقولنا groups should be large as possible، يعني الجروب اللي عندنا لازم يكون أكبر قدر ممكن، يعني الجروب يكون كبير جدا. مثلا نحن عندنا مثل هذا المثال، حلو كذا كذا وكذا، مثلا عندنا واحد 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 واحد. الحين نحن عندنا 1 2 3 4 5 6، الحين نحن قلنا طبعا 6 ما من ضمنهم، صح؟ نحن عندنا نقدر نشيل 2 ونقدر نشيل 4 ونقدر نشيل 8 ونقدر نشيل 16 مثلا. فنحن إذا بغينا نشيل هذه الستة ما ممكن اصلا، لان ويش هذا القانون يقول انه ما يصير، لازم يكون البيز 2. فنقدر ناخذ ويش؟ 4، صح؟ ناخذ هذيل الاربعه
ليش؟ لان نحن نحاول، ليش ما خذينا اثنين فقط؟ لان نحن نحاول نخلي الجروب اكبر عدد ممكن. الحين نحن بقالنا كم؟ اثنين هذيلا، هل احطهم في جروب وحدهم؟ هذيلا احطهم في جروب وحدهم؟ لا ما يصير. ليش؟ لان انا باغنا حتى في اكبر عدد ممكن اقدر ادمجهم هني مع الجروب السابق، لان في قانون يقولنا كده، فيكون اكبر عدد ممكن. حلو. views the number of groups، احاول اقلل عدد الجروبات. ليش انا كبرت الجروب بيقل عدد الجروبات؟ احنا يعني عندنا هذه، انا لو شليت مثلا هذا واحد جروب وهذا واحد جروب وهذا واحد جروب، كم جروب صار عندنا؟ ثلاث جروبات. فانا كبرت عدد الجروبات، هو باقي يقلل عدد الجروبات. فالطريقه وش؟ ان اكبر حجم الجروب وبيقل عددهم بهذه الطريقه مثلا. انزين الحين هنا قلنا everyone must be in at least one group، يعني كل واحد اللي هو هذيلا قدر المستطاع نحطهم وايش؟ نحطهم في جروب واحد مثل ما قلت لكم سابقا، لكن احنا ما نقدر نحطهم في جروب واحد هني. ليش؟ لان العدد يكون كم عدد الجروب داخل؟ ستة، وستة ما مضمن هذه الارقام اللي هي بيز 2. نروح لاخر شيء اللي هي اوفر لوبينج مسموح او مقبول. كيف يعني؟ يعني نحن عندنا مثل ما قلنا سابقا هذا جروب صح؟ اقدر ادمج هذا الجروب مع هذا الجروب عشان يعطيني اكبر عدد او الجروب اكبر. يعني نحن نقول مثلا نحطه كذا ما نقدر ندمجه لان اذا خلص في جروب، لا نحن نقدر ندمج عادي، فمسموح منا ندمجه وايش في جروب اخر. عندنا اخر شيء اللي هي واب اراوند، سوري اوكي. الواب معناته وايش؟ الالتفاف. يعني مثلا عندنا هذيل الارقام اوكي، مثلا نحط هذيل هني صفر وهذا صفر. حلو. نحن الحين كيف نتوصل على الارقام اللي هني؟ ما نقدر نحطهم لان في الجروب ما يكون جروب واحد صح. نحن نقدر نلتف، بمعنى ان هذا لاخر شيء نحطهم كذا وهذا لكذا، يعتبروا ايش؟ في جروب واحد. هذا وهذا جروب واحد. واضح الحين الصوره؟ هذا له معنات هذه الاشياء. الحين راح ناخذ معلومه معلومه على هذه الاشياء، يعني واحد واحد راح ندرسهم بطريقه مفصله او بامثله اكثر. الحين قلنا الجروب groups may not included any cell connecting a zero، يعني ما يصير يكون في الجروب زيرو. مثلا عندنا هذا الجروب ما قدرنا نحطه كذا في جروب واحد. ليش؟ لان عندنا هني زيرو، والزيرو غير مسموح مثل ما قلت لكم فيه، فهذه خطا. نروح للي بعده، شوف عندنا هني زيرو، عندنا هني 1 1، فخذينا ال1 وال1 فقط، ما قدرنا ناخذ هنا. مثلا هني عندنا 1، نروح ناخذ هذول الاثنين، فما نقدر ناخذ وايش؟ الزيرو، فهذه هي صح. اما هني هو قلنا اللي هو فقط يكون مثلا طولي وعرضي، لكن ما يصير يكون بهذه الطريقه. مثلا هني عطانا بهذه الطريقه فخطا، لازم يكون يا ان كذا يا ان كذا. الحين في هذا السؤال او هذا القانون وش يتكلم؟ يتكلم عن البيز 2. نحن قلنا البيز 2 اللي هو نحن الارقام اللي عندنا 1 2 2 و 4 و 8 مثلا، جنرال اللي هو مال 2 سيل ذات از ايف 1. وش المقصود فيها اللي هي ذات ايف 1 جروب ويل كونكتن تو 1 ساينس 2 اس 2 كم يساوي عندنا؟ 2. الحين اف n يساوي 2 a group will contain 4 ones science 2 power 2 يساوي ويش؟ 4. ممتاز. راح اخلينا من الكلام هذا كله نجي نوضح الصوره اكثر. اذا اعطانا مثلا 2 اس 1 حلو، كم راح يكون عندنا؟ يكون 2 صح الناتج، فهذا مع هذا. اما اذا كان عندنا الناتج 3 يساوي، ما يصير. ليش؟ لان نحن صنلو هذا اس 2 صار عندنا كم يساوي؟ 4، فماشي عندنا 3. فاذا عندنا 3 مثل هذه الارقام فهذه غير مقبوله في الموضوع بتاتا. ليش غير مقبوله؟ لان البيز نحن لازم يكون عندنا 2، ف 2 اس 1 يساوي عندنا 2، 2 اس 2 يساوي 4، 2 اس 3 يساوي عندنا 8، ونحن طالعين كذا. الحين اذا هي الناتج عندنا 4 اللي هي 2 اس 2 صح، ناتج كم يساوي؟ 4 مثل هذا، فهذه مقبوله. ناتج 5 مثل هذه الاشياء غير مقبوله. اما القانون اللي بعده يقولنا each group should be large as possible، يعني كل جروب لازم يكون كبير قدر المستطاع. كيف نحن سوينا؟ حطينا هذه الاربعه مع بعض وهذه الاربعه مع بعض.
نحن كان بإمكاننا مثلا ناخذ هذيل الأربعة مع بعض وهذيل الاثنين مع بعض، حلو؟ لكن يمكن هني نحن خذينا كل الواحدات، لكن الجروب صار صغير هني، فنحن عشان نحط الجروب كبير فعادي ندمجه مع هذا الجروب اللي هني. اللي بعده اللي هو قالنا ان الموست شود بي اتليست يعني يكون في جروب واحد، فشرحنا هني مثلا الجروب الاول اللي هو هذا والجروب الثاني قالنا اللي هو هذا، فهو يقول قدر المستطاع نحطه في جروب واحد، فنحن نقدر مثلا نحط كذا. طبعا نحن ما نقدر نحط اربعه، ليش؟ لان بالمجموع يكون زيرو، فنحط هذا في جروب مثلا وهذا في جروب. جروبس مي اوفرلاب يعني ممكن نحن ندمجهم مع بعض، مثلا هذا وندمجه مع هذا، وشرحت لكم انا ايام قبل يعني ما نحط هذا في جروب واحده كذا، لا نقدر ندمجه ويش في جروب ثاني. شوف هذا حط كل واحد في مكان وهذا خطا، نحن عادي ندمجهم هذيلا مع بعض وهذيلا مع بعض. اما اللي بعده يتكلم عن ويش اللي هو الواب اراوند، يعني نقدر نحن ندمج الجروبات مع بعضهم البعض. بمعنى كيف؟ يعني عندنا مثلا هذا واحد واحد وهني واحد واحد، مثلا نحن الحين خضينا هذيلا كلهم في جروب مثلا على سبيل المثال، حلو. الحين هذيلا نحن بناخذهم في جروب ثاني، بقى عندنا هذا الواحد، كيف راح ناخذه؟ ونحن باغيين اكبر عدد من الجروبات، صح؟ فنروح ناخذ كذا ونروح ناخذ مثلا عشان يصير عندنا العدد كذا، صار عندنا في جروب. فنحن عندنا اكثر من طريقه، ناخذ هذا كذا وهذا كذا صاروا في جروب، او ان ناخذ هذيل الاثنين وناخذ معاهم هذيل الاثنين صاروا عندنا في جروب، ومثلا هذيل احدهم جروب وهذيل كلهم جروب. ليش نحن نسوي كذا؟ اهم شيء نحطهم في اكبر عدد، او الجروب نحطه اكبر حجم. There should be a few groups، يعني نحن نحاول نحط عدد الجروبات قليلة جدا. كيف نحن نحط عدد الجروبات قليلة؟ نكبر الجروب بيصير عدد الجروبات قليلة. مثلا نحن عندنا 10 أرقام مثلا، حلو. إذا حطينا عندنا جروبين، مثلا جروب هني جروب هني، هني خمسة وهني خمسة، صار كم جروب عندنا؟ اثنين، صح؟ لكن إذا كان نحن حطينا كل جروب مثلا فيه اثنين، حطينا هذا اثنين هنا اثنين صاروا اربعة، بعدين نضيف جروب غيره ستة ثمانية عشرة، صار عندنا كم جروب؟ خمسة. فنحن كبرنا عدد الجروبات، فنحن نحاول نصغر عدد الجروبات. كيف؟ بتكبير الجروب، يعني كبر الجروب يصغر عدد الجروبات في هذه الصيغة. فمثلا عندنا هذا هو حط هنا اثنين هنا اثنين وهني اثنين، صار عندنا كم جروب؟ ثلاثة. نحن بنصغر عدد الجروبات، فبسهولة نحط مثلا هذا في جروب وهذا في ويش في جروب، صار عندنا جروبين مثل هذه الطريقة بالضبط. الحين احنا انتهينا من الرولز، زي ما فهمنا الرولز او فهمنا القوانين، ننتقل كيف هي ستيبس، نحن كيف نحل اللي هي ويش نحل الكي مابس. طبعا اول طريقة في ستيبس لازم نسوي اللي هو ويش نسوي الرايت تروث تيبل او فانكشن، يعني لازم نسوي تروث تيبل. احنا عندنا فانكشن مثلا اكس واي زد مثلا، وعندنا مثلا اللي هو مثلا x y z بس واحدة دي نوت، مثلا عندنا نحن فانكشن، فلازم نروح وش نرسم وش truth table. بعدين ما نرسم truth table ننتقل لستيبس الثاني، draw the k map according to number of variables. طبعا في الفيديو اللي بعده ان شاء الله راح اشرح لكم كيف نحن نرسم الكي مابس، لان احنا عندنا الفيروبل يمكن يكون عندنا متغيرين، يمكن يكون عندنا ثلاث متغيرات، يمكن يكون عندنا اربع متغيرات. اذا كان عندنا متغيرات فبيكون عدد البوكس كم؟ يكون عندنا اربعة. هني متغير مثلا x وهني y، هذه نوت وهذه نوت مثلا، وهني x وهني y، هذا كم متغير؟ اربع متغيرين، سوري الx والy. يمكن بيكون عندنا ثلاث متغيرات، راح نزيد خانة هني. يمكن راح يكون عندنا اربع متغيرات، راح نزيد خانة هني ونزيد هني خانات، يكون كل عددهم كم؟ 16. فهذيل بعدنا احنا راح نشرحهم قدام ان شاء الله كيف نرسم اللي هو ويش الكي مابس اكوردنج نمبر اوف فيربلز، يعني كم نحن عندنا كم عدد متغيرات راح نرسم ويش هو الكي مابس، راح نشرحهم بعدين ان شاء الله. فيل ذا ماب يوزنج تروث تيبل، احنا خذينا تروث تيبل وطلعنا اللي هي الاعداد اللي داخلها كم زيرو عندنا وكم 1، وراح نحولهم وين؟ نحولهم في اللي رسمناه اللي هو الكي مابس، حلو. نعبي الكي مابس باستخدام تروث تيبل. بعدين form the groups considering the 8 rules، يعني نحن
نحاول نجمع الجروبات. مثلا احنا طلع عندنا نقول two variables، اوكي طلع عندنا واحد مثلا صفر، فيقولنا خذ الجروبات باستخدام ويش، او هني صفر واحد باستخدام الات رولز. فنحن الات رولز يقولنا لازم نستخدم الواحد، يعني هذه ما نشوف عليها ابدا. ثاني شيء قالنا لازم نحط يعني عدد الجروب اكبر قدر ممكن، لازم يكون البيز ماله 2، فبيكون احنا اسهل شيء ناخذ هذه الثنتين صح. بعدين عندنا الواحد، احنا باغين عدد الجروب كبير، ناخذ هذه الثنتين، فخذيت هذه وخذيت هذه، خلاص يعني انتهيت منها اوكي باستخدام الات رولز. بعدين رايت ذا فاينل سمبليفايد فانكشن، يعني اكتب اخر تبسيط للفانكشن. خلاص نحن عاد راح نكتب اخر تبسيط، مثلا عندنا هني الـ A وهني عندنا B وهني عندنا A وعندنا ويش وعندنا الـ B، فراح اكتب هذا مثلا عندنا A و B. نحن نستخدم ويش هو السوب ننظر فقط للواحد، بعدين راح اشرح لكم اياه. الحين نحن فهمنا وش هو الرولز وفهمنا هني وش معنات ستيبس. دام ان فهمنا رولز ستيبس، الحين نقدر ان شاء الله نحل في الفيديوهات القادمه. راح اشرح لكم طريقه الحل واشرح لكم طريقه رسم الكي مابس وطريقه كيف ندمج اللي هو تروث تيبل بالكي مابس ان شاء الله في الفيديوهات القادمه.